مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، صباح الخير، صباح جديد ويوم جديد من برنامجك انتي احلى. وانتي احلى لان ان شاء الله هتكوني مع خبيرتي التجميل رشا حلاكي كل جمعة الساعة 10 الصبح، هتكوني احلى واحلى واحلى. هنستعرض دلوقتي فقرات برنامجنا. اول فقرة ان شاء الله هتكون عبارة عن سؤال وجواب، هتخص العناية بالشعر مش البشرة. النهاردة هنتكلم عن الشعر ومشاكل الشعر، وخصوصا مهلكات الشعر. ايه الحاجات اللي بتهلك الشعر وازاي نتفاداها وازاي نعالجها؟ اول حاجة في الحاجات اللي بتهلك شعرنا استخدامات التفتيح، الصبغات، واحنا طبعا ستات وبنحب نغير لوكات كتير. فتغيير اللوك ده المفروض بيبقى ليه تكنيك معين، يعني ما بين اللوك والتاني المفروض اقل وقت يبقى من 6 لـ 8 شهور. يعني ما ينفعش ابقى صبغه شعري وبعد شهر اللون ما يعجبنيش اقوم اغير لون تاني. ده غير في حاجه تانية كمان مهمه جدا، ان الوان الشعر ما جريش ورا الموضه ولا الالوان اللي هي عجباني مطرقعه، بس انا مش هعرف ايه سلبياتها. لازم ابقى قاريه شعري كويس وقارية هو ايه اللي يناسب له وايه اللي ما يناسبهوش. يعني لو شعر تالف ابعد تماما على الوان الفاتحه. طيب وليكن مثلا اللي حصل حصل وعملنا صبغات كتير وتفتيحات كتير، احنا ازاي نقدر نظبط شعرنا ونرجعه للحاله الصحيه اللي كان عليها في الاول؟ اول حاجه الشامبو والبلسم. الشامبو والبلسم لازم نفهمه كويس قوي يا جماعه. ازاي بقى نفهمه؟ في حاجه اسمها معالج شعر، الحاجه دي اسمها البي اتش الخاص بالشعر اللي هي درجه حموضه الشعر. الناس اللي بتعمل تفتيح بتعرض شعرها لمجال قلوي جامد او واسع المدى. قلوي يعني ايه؟ يعني مواد قلويه اللي هي بودره التفتيح والاكسجين بيبقى قلوي اكتر. طيب احنا عملنا التفتيح وعرضنا خلاص شعرنا للهلاك ده، عايزين نصلحه. هنصلحه ازاي بقى؟ هنحاول نطلع من المجال القلوي ده لمجال حمضي. يعني ايه مجال حمضي؟ مجال حمضي اللي هو بيتمثل مثلا في الخل. الناس اللي بتعمل صبغه لازم تفهم كويس قوي ان هي لازم تطلع من المجال القلوي ده للمجال الحمضي. هعلمك ازاي تطلعي من المجال ده للمجال ده عن طريق الشامبو المستخدم لشعرك. ازاي بقى؟ انت بتستخدمي شامبو بعد عمليه التفتيح، الشامبو حسيتي ان هو بينشف شعرك قوي، او بصيتي لاطراف شعرك من تحت لقيتي اطراف الشعر بيضه ومفلقه نصين، ده معنى كده ان الشعر في طريقه الى الهلاك. هنعمل ايه بقى؟ حمام الكريم اللي انت بتستخدميه هنضيف له معيار نص فنجان خل، وهتقلبيه في حمام الكريم كده. انت طلعتي للمستوى الحمضي اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزين نعوض بيه الهلاك القلوي اللي انت عملتيه. لما هتعملي الموضوع ده هتبصي تلاقي شعرك مره في مره حمام الكريم جاب نتيجه حلوه قوي، رجع للمعته لروقانه لحالته الصحيه اللي كان عليها. دي حاجه اللي هي اول حاجه قلناها اللي هي البي اتش اللي هو المعامل الحمضي للشعر. الشامبو والبلسم برضو المستخدم المفروض ان يبقى الحموضه او البي اتش من 4.5 لـ 5.5، ما يتعداش عن كده. هتقولي لي ازاي اعرف ان هو 4.5 أو 5.5 أو 14 اللي هو الهاي بتاع القلوي؟ ازاي هتعرفيه؟ في ورق بيبقى في الصيدليه اللي هو ورق تيست البي اتش، الورق بيبقى كده اهو ورخيص جدا جدا جدا. الورقه دي بتحطيها في حمام الكريم او البلسم او الشامبو بتاعك. لو لقيتي الورقه بيبقى فيها ليفلات، يعني فيها ارقام وفيها الوان، لو الرقم عدى يعني عدى من 4.5 لحد 7 وممكن اقل من 7 يبقى كده سيفتي وتمام، وحمام الكريم ده حلو جدا. لو عدى من 7.8 لحد 14 يبقى انت كده دخلتي في مجال قلوي، كده انت هتدمري شعرك بالحمام الكريم اللي انت جايباه او الشامبو، مش هينفع خالص. في حاجه كمان، في مجموعات عنايه اللي هي بتبقى افتر بروتين اللي هي ما فيهاش صوديوم او امونيا.
دي دايما بتبقى مظبطينها بقى مخلينها 4.5 و 5.5. دي سيفتي قوي، بتقدري تجيبيها وتستخدميها سواء اللي عامله بروتين او اللي مش عامله. يعني مش معنى ان هي مثلا مجموعات العنايه دي ان هي مكتوب عليها افطر بروتين يبقى مخصوص للناس اللي عامله بروتين، لا، هي افطر بروتين، افطر بروتين. دي صور لبعض المعالجات، في حاجه منهم حاجه اسمها ترميم هنتكلم عنه وهنعرف ايه الفرق ما بين جلسات الترميم وجلسات البروتين، لان على فكره مش كل الشعر ينفع معاه بروتين ومش كل البروتين واحد. يعني في بروتين بيبقى نسبه الفرد فيه قليله، علاجيه اكتر، دي بتستخدم للشعور الناعمه زي الشعر الموجود. لا، ده افريقي، ده افريقي، ده هارد، ده اقوى انواع البروتين، ما فيش بروتين بيقدر عليه غير الحاجه مخصوصه ليه. فلو واحده شعرها ناعم وانا حطيت لها بروتين للشعر الافريقي اللي كان معانا من شويه لازم هيسقط، ودي الاخطاء اللي انتوا بتقولوا عليها البروتين بيسقط. لا، البروتين لو اتعمل صح واختير الدرجه صح عمره ما هيسقط. معانا اتصال، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي حبيبتي. هو انا بصراحه بشكرك جدا جدا جدا، انا من احد متابعينك في الغردقه ومن مرسي. احد الناس اللي بيترددوا عندك دايما، يعني مرسي. انا بنت الغردقه وكل الفخر طبعا، انا بعتز بده بصراحه. انت يعني حاجه نادره الوجود عندنا في الغردقه، وانت عارفه المكان بتاعك وان انت اصلا مميزه في كل حاجه. انا مكاني مفتوح لاي حد على فكره، يعني انا ربنا انا بفرح يا رب. جدا والله بالكلام. كنت عايزه اسالك على حاجه بس، عايزه عنايه الشعر المتساقط. طيب هو التساقط ايه؟ ما انت لازم تبقي عارفه التساقط ده ناتج عن ايه. هو في قشره حاليا في الشعر، معرفش بقى هل التساقط بسبب القشره ولا هو بس. انا اصلا من قبل القشره وشعري بيقع، وحضرتك عارفه اصلا الميه عندنا في الغردقه عامله ازاي. ما انا كنت لسه هقول لك، احنا يمكن 80% من مشاكل الشعر سببها الميه، لان برضو فيها بعض المشاكل وفيها بعض المكونات بتضعف الشعر. فهو ممكن ان شاء الله اكيد يعني هيكون الميه، وخصوصا الميه في الغردقه يعني مش مظبوطه شويه، فهو اكيد القشره دي من الميه، وسبب القشره بقى هو اللي سبب لك تساقط. طب في اي علاج ممكن اعمله للقشره عشان خاطر يروح؟ ماشي، اوكي، هقول لك يا حبيبتي. يعني انت مشكلتك القشره ولا التساقط؟ القشره والتساقط الاثنين. خلاص، اوكي يا حبيبتي، هقول لك. ماشي ماشي، اتفضلي. بالنسبه للقشره، موضوع الخل اللي قلنا عليه في حمام الكريم ده هيفرق جدا على فكره في موضوع القشره، حتى مش بس عشان نعادل البي اتش زي ما قلت، لا، ده كمان في موضوع القشره حلو جدا. ده غير برضو ان هي انت يعني لا، زي ما قلنا هو ممكن يكون مشكله في الميه، فممكن نتجنب موضوع الميه دي، ممكن تستعملي ميه مفلتره فيكون افضل لشعرك عشان تقدري نستغنى عن العيب ده. بجوار الماسك اللي قلته لك اللي هو حمام الكريم عليه يا اما خل تفاح يعني قد نص فنجان او خل ابيض، وبتخلطيه في الحمام الكريم بتاعك وبيبقى جاهز. كل استخدام بتستخدميه وان شاء الله هتخف خالص. بس في حاجات تانية برضو، في مشاكل او في اسئله بتجيني دايما على الشعر الشايب. الشعر الشايب يا جماعه ملوش علاج. فاي حد يقول لك لا ده انا عندي تركيبه للشعر الشايب اي حاجه من الكلام ده، الكلام ده غلط. أكبر دكاترة التجميل في العالم أجمعوا إن الشعر الشايب ملوش علاج، هو علاجه الصبغة. طب في برضو سؤال بيجيني دايما وبيجوني المركز، بيقولوا إن هما بيصبغوا بس الصبغة مش بتمسك في الشعر الشايب بسرعة، أو مش بعد ما بيغسلوا شعرهم يعني بيلاقوا إن فيه بقايا شعر شايب لسه، لأن الشعر الشايب عنيد جدا مش بيمسك فيه الصبغة بسهولة. فانا هقول لك برضو نصيحه الالوان. طيب هناخد الاتصال ده، بس يا رب ما انساش السؤال ده. ناخد الاتصال ده وهرجع لكم لصبغ كيفيه صبغ شعر الشاي. اتفضلي حبيبتي، اتصال.
الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل استاذ ابراهيم. عندي الست بتاعتي شعرها بيسقط كتير قوي. بايه بايه؟ شعرها بيسقط كتير، يعني كل مثلا لما تيجي تسرح شعرها الشعر فيه تساقط كتير. طيب اوكي. أيوة. هي حامل او بترضع او كده يا ابراهيم؟ لا لا، هي تقريبا 40 سنه يعني. عندها 40 سنه. طيب هو من المؤكد ان هي ممكن يكون عندها يعني فيتامينات معينه نقصت في جسمها، فهي لازم تعمل طبعا تحاليل الدكتور هيقول لها عليها، وتحاول تاخد الفيتامينات ده، وعلى راسهم الحديد طبعا، لان نقص الحديد يا جماعه بيعمل تساقط رهيب. فهي اكيد الستات في سن الأربعين بيبدا في حاجات كتير من مخزون جسمهم بتروح، يعني نسبه الكالسيوم بتقل، الحديد بتقل، حاجات كتير من جسمهم بتقل، فده بيعرضها للتساقط. فهي لازم تعمل التحليلات دي، وبعد كده تشوف لو لقيت نقص في التحليلات دي بتعوضها بمكمل غذائي او بتحاليل من بره، بفيتامينات من بره. هنرجع بقى لسؤال كيفية صبغ الشعر الشايب. احنا عندنا دلوقتي شعر شايب نسبة مثلا تتعدى 70%. الشعر ده بيبقى صعب جدا، انا نفسي بيبقى صعب عندي في صبغته. فهنعمل ايه بقى؟ هنختار ارقام معينة هقول لكم عليها. اي رقم انت حابة تعمليه للشعر الشايب لازم تاخديه على فاصل دبل زيرو، يعني بمعنى لو هي عايزة مثلا تصبغ درجة 7 دي اللي هي اللون الكراميل، يبقى هتعمل 7، هتجيب 7.0 كده اهو، 7.0 فاصل زيرو ده يعني تركيز لون محايد، يعني هيمسك في الشعر وهيدي لون اكتر. لو هي عايزة اسود برضو بتاخد 1 على 1 مثلا، او 1 على 11 بيبقى اسود معزز، 1 على 11 دي الارقام اللي هي بتبقى حلوة قوي في الصبغة، والشعر ما بيبقاش فيه مشاكل في ثبات اللون. اتفضل معايا اتصال استاذ محمد. وايه الحكاية النهاردة؟ الاتصالات كلها عنصر رجالي. ايوه استاذ محمد اتفضل. عايز اسال لو سمحتي عن القشره في الشعر. القشره؟ طيب انت بتستخدم جل شعر يا استاذ محمد؟ بتستخدم جل شعر؟ تستخدم ايه في شعرك؟ لا لا، هي القشره بس كتيره كثافه يعني. ايوه انت بتستخدم ايه في شعرك؟ ايه اللي بتحطه في شعرك؟ انا عايز اعرف ايه اللي بتستخدمه في شعرك. لا مفيش حاجة، لا خالص ما بتحطش جل ولا عملت حاجة. فرد كيميائي ولا الكلام ده كله؟ لا لا لا. طيب لا. اوكي يا محمد، انا هرد عليك دلوقتي، انا هرد عليك. الشعر زي ما قلت مشاكل القشرة دي اغلبها بيبقى يا اما مية، يا اما هو عرض شعره لحاجات خارجية قوية، مجال قلوي اللي انا قلت عليه، يعني انت ممكن الشامبو يا محمد اللي انت بتستخدمه يكون قلوي اكتر، يبقى نسبه القلويه فيه ده. احنا رجعنا كده لاول ما اتكلمت اللي هو البي اتش الخاص بالشعر، اللي هو كده البي اتش بتاع الشعر. انت حمام الكريم او الشامبو اكيد قلوي اكتر، هتعمل له ايه بقى؟ هنحاول نسحبه للمنطقه الحمضيه اللي هي تساعدك على ان انت تقضي على القشره. هتعمل ايه؟ حمام الكريم بتاعك او الشامبو او البلسم هتضيف له شويه خل، كده هيبقى معادل حمضيا، وهتستخدمه ان شاء الله القشره هتقل قوي عن الاول. في ايه تاني كمان اسئله بتجيني؟ اهم حاجه يا جماعه في ده كله ان الست تخصص لها وقت للمحافظة على شعرها وبشرتها ونفسها، لأن الحالة النفسية بتأثر جامد جامد على كل حاجة، وعلى رأس كل حاجة الشعر. لو حالتك النفسية مش متظبطة، حياتك مش متظبطة، أمورك مش متظبطة، كل حاجة، جسمك، صحتك، أهم حاجة عندك لازم تبقى في أولوياتك صحتك ونفسيتك، لأن دول فعلا أهم حاجة.
وأتعس لحظة بتمر بيها الست هي اللحظة اللي بتشوف فيها أول تجعيدة وأول شعرة شايبة. فعشان نتقي بقى اللحظة الوحشة دي نحافظ على نفسنا ونحافظ على نفسيتنا، ومفيش حاجة تستاهل. اتفضل اتصال. ألو ألو. أيوة صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح النور. هو أنا صوتك مش واضح، أنتي طب عرفيني عليك الأول. إيه؟ شكرا. هو الصوت مش واضح، معلش حاولي تتصلي تاني. زي ما قلتلك الاهتمام بالنفس والعناية بجسمك وبشعرك وبشرتك مش كماليات على فكرة. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لأحلى فقرة في برنامجنا، فقرة الشهاد مع منظمة الحفلات منار طاهر وأجمد الشهاد. استنوني، فاصل سريع ورجع لكم.